بداية أهلا وسهلا فيكم، بنرحب فيكم باسم مؤسسة Reach Education Fund. أنا اسمي محمد جابر، منسق التدريبات والمشاريع في هذه المؤسسة. أول شيء كلمتي حتكون اليوم موجهة باتجاهين، وحبلش في الاتجاه الأول لكل طلب التوجيه اللي جابوا فيه توجيه السنة هذه أو في السنين الماضية أو حتى لطلبة الثانوية العامة المقبلين على توجيه وحابين يحصلوا على منح دراسية إن شاء الله بعد تفوقهم وحصولهم على معدل 95 سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. وأول إشي حاب أبلش فيه ححكي ثلاث جمل. شكراً كتير إلكو، الله يعطيكم العافية، الله يبيض وجهكم. اللي شاف المعدلات السنة هذه بيكون جداً سعيد، لأنه هو ما بيمثل فقط شخصه أو بيمثل عائلته، هو بيمثل دولته، بيمثل ثقافة مجتمع. فالله يبيض وجهكم يعني بكل صراحة. المعدلات السنة هذه إشي بيرفع الرأس، كمية 99 و98 و97، الله يعطيكم العافية. أول شيء حاب أبلش بسؤال سريع، ويمكن هذا السؤال من أكثر الأسئلة المنتشرة عالمياً ويتم طرحها أيضاً في المناظرات، حسأل السؤال بعدين أوضحه. هل من وجهة نظركم شايفين أن التوظيف يجب أن يكون بناء على الشهادة أو بناء على المهارة؟ أوضح السؤال. يعني أنا بدي مدرس لغة إنجليزية، هل لازم هذا الشخص يكون مخلص لغة إنجليزية بناء على الشهادة، أو لا ممكن حد عنده المهارات هذه بشكل ممتاز ممكن يتم توظيفه في هذا الشيء؟ اللي شايف أن التوظيف يجب أن يكون بناء على الشهادة يرفع إيده بعد إذنكم. 1 2 3 4 5 ممتاز. طب اللي شايف أن التوظيف يجب أن يكون بناء على المهارة يرفع إيده. ما شاء الله. طيب أنا حقولكم وجهة نظري كمان شوية. أول إشي بدي أبلش فيه شغلة واحدة، إحنا اليوم في مؤسسة Reach Education Fund بنقولكم إنه إحنا حنركز على الاثنين، حنركز على موضوع الشهادة. يعني إحنا معنيين بالطلبة اللي جابوا فيه توجيه 95، هذا نجاح كتير ممتاز، بس للأسف معظم الطلبة بيجيب 95 في توجيهه بقول لك خلص هذا أكبر إنجاز أنا عملته في حياتي، إنجاز توجيهي بيضلوا لتوجيهه. فإحنا معنيين طالب يخلص 95 وأعلى في الثانوية العامة ويعمل نفس هذا النجاح ونفس هذا التميز في الجامعة، يجيب برضو امتياز في الجامعة، يجيب امتياز مع مرتبة الشرف في الجامعة. فإحنا في الجانب الأكاديمي من ناحية الشهادة إحنا حنوفر المنح الدراسية، وهذا الجانب الأول اللي إحنا حنركز عليه. هلا بالنسبة للجانب الثاني اللي انتوا الكل ما شاء الله رفع ايده، وهو هذا الجانب اللي انا حتطرق عليه، هل التوظيف يجب ان يكون بناء على المهارة؟ للأسف معظم الناس ومعظم المقابلين ومعظم المنح ومعظم الوظائف اول ما تروح تقدم حيسألوك سؤال واحد معروف عند كل الدنيا، شو حيحكوا لك؟ عرف عن نفسك. سؤال معروف لكل الطلبة ولكل الخريجين ولكل المؤسسات، وللأسف سواء عندنا في Reach Education Fund أو برا لما إحنا نيجي الطلبة يقدموا عندنا بنلاقي طلبة بيجي بيعرف عن نفسه، بيحكي الاسم وشو بدرس ووين ساكن، وأحياناً بيقول لنا شو أحكي كمان شو حابين تعرفه. يعني في تعريفه عن نفسه في التسويق عن نفسه مش عارف يقنعني فيه، وهذا للأسف إحنا ما بدنا إياه في مؤسسة Reach Education Fund، ولا بدنا طالب مش عارف يعرف عن نفسه أو يعرف عن تخصصه أو يطلع يعمل برزنتيشن في إشي. إحنا في الفترة الماضية عملنا كتير ورشات عمل، كان من ضمنها ورشة العلاقة بكتابة البريد الإلكتروني، في طالبة هنا دعاء هيها موجودة حكت لي شغلة واحدة، قالت لي محمد أنا بعد الورشة كتبت إيميل لوزارة. أنتم متخيلين قديش المهارات بتفرق؟ إحنا قبل مدة كنا منزلين فرصة عمل وطلبنا بعض البيانات الشخصية والسيرة الذاتية، وكان لازم يبعتوها على الإيميل تاع الشغل. أقسم لكم بالله 5 خريجين أو 6 أو 7 وبعضهم ماخذ امتياز بعت السيرة الذاتية والمعلومات في إيميل بدون عنوان وبدون أي محتوى، ولا السلام عليكم ولا ديار ولا أي شيء، يعني زي لما حد يجيب لكم هدية على باب البيت ويطقطق ويرميها ويطلع. إحنا هذا الإشي ما بدنا إياه. إحنا اليوم في Reach Education Fund علشان نحل هذه المشكلة هنشتغل بأربع اتجاهات ونشتغل بأربع طرق وبأربع مستويات. المستوى الأول اللي هنشتغل فيه هنركز على شغلة اسمها soft skills بشكل
بشكل كامل من مهارات اتصال وتواصل، من مهارات القيادة، من negotiation skills، من time management. ويمكن خلوني أحكي شوية تفاصيل. لما أنا بدي أحكي communication skills مش معناته أنا بدي أكتر طالب بحكي، لا لا، أنت ممكن تكون أكتر طالب منصت وتكون أفضل حد عنده communication skills في القاعة. فإحنا معنيين نعطيك هذه المهارات كلها عشان تقدر تتواصل، تقدر تمثل نفسك وتمثل المؤسسة سنة كاملة. ومش هنشتغل في فترة الامتحانات أو فترة الضغط، لأنه إحنا معنيين بطلبتنا زي ما حكت لكم يجيبوا إشي عالي. هذا بالنسبة للمستوى الأول. بالنسبة للمستوى الثاني هنشتغل على المهارات اللي إلها علاقة بكل التخصصات. يعني كيف تكتب السيرة الذاتية، الكل بده هذا الموضوع. كيف تكتب البريد الإلكتروني، كيف يكون عندك مهارات البرزنتيشن سكيلز، كيف 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 كل المهارات المشتركة بين جميع التخصصات إحنا هنشتغل عليها في المستوى الثاني. المستوى الثالث هنبدأ نشتغل بشكل تخصصي. يعني طلبة اللغة الإنجليزية هنعطيهم مهارات متقدمة في اللغة الإنجليزية، طلبة البرمجة هنعطيهم إشي أدفانس في لغات البرمجة، طلبة الإدارة هنعطيهم إشي له علاقة بكتابة المشاريع والفندريزنج وتجنيد الأموال. وقس على ذلك كل التخصصات، هنشتغل بشكل تخصصي. نيجي للمستوى الرابع. احنا هالحين خلصنا، صار عنده قادر يتواصل، قادر ان هو يعرض بشكل كويس، وعنده المهارات المطلوبة وعنده مهارات بتخصصه. اليوم احنا معنيين نهيئه لسوق العمل، هنعطي اشياء لها علاقة بمهارات العمل الحر، هنعطي اشياء لها علاقة بمهارات المقابلات، كيف انت تحاور في المقابلات وكيف تجيب على السؤال اللي قبل شوي حكيت، تعرف عن نفسك، كيف انت يكون عندك الافكار الريادية، يعني في التكنولوجيا، في الادارة، في الهندسة والى اخره. عشان كده احنا اليوم عملنا لكم برنامج Empower ED Program. وفي نهاية كل سنة هيكون في عنا حفل ريتش ستارز. في حفل ريتش ستارز احنا هنعمل هايلايتنج، احنا هنسلط الضوء مش بس على اشطر طلبة، على اكتر طلبة صار عندهم تطور خلال مرحلة زمنية معينة. فخلينا نراجع مع بعض اللي عملناه. احنا واحد هنوفر الإديوكيشن من خلال تقديم منح دراسية. اثنين، إحنا هنهيئك لسوق العمل من خلال المهارات. ثلاثة، إحنا هنسلط الضوء لريتش ستارز، نجوم مؤسسة ريتش إديوكيشن فند. وغير كده قبل مدة يمكن شفتوا أعلننا عن برنامجين في المؤسسة، ريتش كيرز وريتش أكاديمي. فأنت بعد هذه الأشياء كلها إحنا اليوم برضو قادرين إنه إحنا نوفر فرص عمل لطلبتنا سواء عن بعد أو من خلال السفر إلى أمريكا. وغير كده هيكون في عنا كتير مبادرات وحاجة اسمها الميني جرانز، وحاجة اسمها المشاريع الصغيرة، وحاجة اسمها هنا والله في عنا مشاريع ثقافية، في عنا أفكار ريادية. في كل هذه الإطارات إحنا هنكون معكم. يمكن في بيت شعر مشهور احنا كل طلبة ريتش بتعرفه بتوقع، وكل يعين عليك، خلينا نحكي مع بعض علشان بدي اصل لنقطة معينة. شو بيت الشعر بحكي؟ تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن السفن. بتوقع لكل حد حابب يقدم لمنحة ريتش إدوكيشن فند وحابب يطلع معنا على ظهر هذه السفينة، تستحق انك انت تنافس على هذه الفرصة، وتستحق تبذل كل جهدك وكل طاقتك لتكون معنا على ظهر هذه السفينة. احنا معنيين فيكو. افضل جملة بدي احكيها لطلبتنا، احنا بنستثمر فيكو إلكو. احنا موجودين، انا كمحمد جابر والمؤسسة كلها موجودين إلكو، موجودين لنكون مستثمرين فيكو إلكو، لتكونوا قادرين تساعدوا نفسكم واهليكم. فما تترددوا لأي شيء، احنا موجودين معكم. احنا هنا في ريتش إدوكيشن فند مش بس هنعطيك مهارات وإديوكيشن، احنا معنيين نعطيك نمط حياة، لايف ستايل انت تقدر تستخدمه بعد كده. وعد منا زي ما انا بلشت وحكيت ثلاث جمل، شكرا كتير لكم، الله يعطيكم العافية، الله يبيض وجهكم. هذا وعد منا للطلبة ان شاء الله اللي حيكونوا موجودين، او ان شاء الله الطلبة اللي حينقبلوا. في نهاية تخرجك من مؤسسة ريتش إدوكيشن فند هترجع ترد لنا الثلاث جمل، وانت ماخذ ان شاء الله الخمس اشياء هذه كلها، هتقول لنا شكرا كثير لكم، الله يعطيكم العافية، الله يبيض وجهكم.